رفوف خالية من الأدوية في الصيدليات التونسية، أما خارجها فغضب في الشارع لا تخطئه العين وحيرة تتملك المواطنين. أزمة نقص فادحة تطال أكثر من 300 نوع دواء منذ شهور. تململ وانتظار مواطني تحول من أيام إلى أسابيع، انقلبت بدورها إلى أشهر، والمسألة في أغلب الأحيان مسألة حياة أو موت. أبسط أدوية هو أدوية السكر والدم، أنا مش موجود، مفقود. فهمت؟ ياسر أدوية معناها مفقودة. تقعد بستة شهور بالسبعة شهور باش تلقى الدواء، فهمتني؟ كان عندي المرأة باش تعمل عملية على القلب، دوسيها كامل، كل شيء كامل، تو هنا نستنى. الصيادلة بدورهم في حيرة وإحراج أمام تذمر متواتر للمواطنين بسبب فقدان أدوية لعلاج الأمراض المزمنة كأمراض القلب والسكري وضغط الدم وأمراض مزمنة أخرى ينتظر أصحابها أمل الشفاء وعودة الدواء. انقطاع الأدوية بصفة وليت بريسك رسمية سورتو في الأمراض المزمنة، في الأمراض السكري، الأمراض القلب كيما الفليكاين، كيما الجانوفيا، كيما الأمراض نتاع ليزيمينيو ديبريمي اللي هما عندهم المناعة نتاعهم ماهيش قوية، يستحقوا أدوية معناتها بيان بريسيز بيان سبيسيال، ما نلقاوهاش وهذه مشكلة كبيرة. ويقول المتخصصون في الشأن الاجتماعي إن أزمة نقص الأدوية سببها أزمة تعيشها المالية العمومية وأزمة في الصناديق الاجتماعية وفساد ينخر قطاع توزيع الأدوية. عنا عامل مباشر اللي هو أزمة المالية العمومية، ثم عنا عوامل أخرى هيكلية استراتيجية تتعلق بأزمة صناديق، ما نصلحناش الصناديق متاعنا، عنا أزمة فساد، ولو أنه المنظومة متاع الأدوية في تونس هي من أكثر المنظومات معناها ماهيش مخترقة النظيفة. ويبقى نقص الأدوية في تونس فصلا من فصول صعوبات أخرى تواجهها البلاد كالنقص في المحروقات وفي بعض السلع الأساسية. تحول نقص الأدوية في تونس من أزمة عابرة إلى أزمة مزمنة. عيل الصبر في انتظار دواء مفقود يكلف وجوده أموالا طائلة، لكن غيابه قد يكلف حياة مستهلكيه. فتح الفالحي ميديا تونس.